السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم شوكولا فوندون بطريقه ناجحه سهله وبسيطه، كيجي زوين ولذيذ بزاف، كيستحق التجربه. نبداو المقادير وطريقه التحضير ديالو. اول حاجه ناخذ جوج كويسات ولا جوج لايف يقدروا يدخلوا الفران، غندهنو مزيان بالزبده ونوضعوهم جانب. غادي نحتاجو 80 غرام ديال الزبدة مع 100 غرام ديال الشوكولا، غادي نذوبوهم بان ماري. ناخد جوج ديال البيضات مع 50 غرام ديال السكر سنيدة، غادي نبقى نطربهم مزيان حتى يولي ليا البيض اللون ديالو ابيض. هنا من بعد ما داب ليا الشكلاط مزيان، غادي نبدا نضيفو على الخليط وانا كنحرك بشويه بشويه. دابا غادي نضيف 35 غرام ديال الدقيق وغادي نطرب مزيان الخليط. غادي ناخذ الكؤوس اللي دهنت من قبل، غادي نوضع فيهم الخليط، وغادي ناخذ مربع ديال الشوكولات غنوضعو الوسط وغندخلوهم للفران على درجة حرارة 200 درجة. انا الا خرجته من الفران دابا مازال سخون، غادي نقلبوه في طبصيل ونشوفو الشكل ديالو كيفاش كيجي. انا خدو معايا 10 ديال الدقائق، الا وصلت 10 ديال الدقائق وخرجتهم لقيتهم مازال مجمعش راسو شويه، خليوهم يزيدوا واحد شويه غير ردو معاهم البال. كما كتشوفوا معايا كيجي ناجح وكيشهي. انا استعملت غير شوكولا غالا، يعني ما استعملتش شوكولا غالي، وكتشوفوا النتيجه كيفاش جات.
نتمنى لا فيديو تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، و الا كنتو مازال ما شاركتوش في القناه شاركوا فيها وفعلوا الجرس.